السلام عليكم، بس نبلش شرح هذا السؤال. طبعا برضو حركة دائرية، بس إن شاء الله آخر سؤال حركة دائرية راح يكون إلى إيه أذان ستانشون بر إيه أند في ترافلز أوف سبيد 70 ميل لكل أور و50 ميل لكل أور. طبعا تحويل ميل لكل أور، إذا المسافات بلاحظ أنهم كلها بالميل ونصف القطر بالميل معطيني إياه، خلص معناته ما بحول وحدات. إلي إيه increasing its speed by 1100 متر أور لكل أور، شو يعني؟ يعني بي تي تانجنت اكسلريشن 100 معناها هاي لبي اللي هو هذا يعني هاي تمام. و اي كونستانت سبيد، شو يعني اي كونستانت سبيد؟ يعني الاي تي لاي زيرو، هاي معنى كونستانت سبيد. هيك احنا دائما نقرا اسئله الحركه الدائريه، كل وجود الفيلوسيتي لبي ريليتيف لاي، اذا نصف قطر المسار. هاي اول شيء في بي ريليتيف لاي، بكل بساطه هاي الفي بي، الفي بي عامل محاور كالتالي، هاي محور واي هاي محور اكس، والسرعه جايه هيك، فبالتالي هاي في بي هاي في بي وهاي زاويه 30. خلص بحكي في بي كفيكتور بتساوي في بي هاي 30 I hat at VB sine 30 J hat هي هاي هي 50 ساين 30 I hat 50 ساين 30 J hat و A 70 لفوق ف 70 J hat فحاصل كذا أكثر التربيع كذا inverse مختلفين عليها به الزاوية طلعت معي بالربع الرابع لأنه Y طلعت معي سالبي والـ I طلعت سالبي والـ I موجود للتسارع. بالنسبة للتسارع إيه ما عليها لا AT ولا N، معناته أنا إيش بشتغل؟ بشتغل على AB. هسه عندي الرسمة كالتالي، هذا AT وهذا محور Y وهذا محور X، هاي تكملة ال T وهاي ال N، هاي N باتجاه المركز لأنه مركز الدائرة اللي جوا موي، الدائرة بتلف هيك. الزاوية 30 هاي 60 30 ايش قلنا؟ هاي هاي مع المركز، هاي النورمال مع الزاوية 30، تربع مع الزاوية 30 ايش مع الاكس، بالتالي اي نورمال شو تساوي في تربيع على رو، كم الفي في لبي الفي لبي أعطانا إياها 50، وبالتالي 50 تربيع على رو من رو 70. تمام، هي طلعت النورمال لبي. بعدين بحلله بحكي إن هاي 30 واي هات إن هاي 30 هات، لكن السهم يعني بالسالب. انا طلعت الاي نورمال لبي بالنسبه للاي تي، الاي تي الاي تي مقنيه اي تي لبي هي بالرسم كانه 1100 اي تي لبي 1100 باخذ عندي اي تي اي تي ساين 30 ساين 60 يعني اي هات زائد تي ساين 30 او ساين او ساين 60 اي هات. طلعت الاي تي طلعت الاي ان على المركبات اي وجي، اللي ما علي اني اطرحهم من الاي اللي هو اصلا زيرو، اللي اصلا زيرو بالتالي بالتالي هو كحدث عندي هذا الاشي اللي هو انه هاي ال ان نورمال صحيحة اي بي ال اي بي معطيني 1100 ساين 30 اللي هي على الاي هات، هي اي هات و 3 5 7 1 اللي هي الاي ان كوساين 30 صحيحة. بعدين بشوف ال على الواي،
على الواي عندي a t كوساين 30 هيها وناقص a n ساين 30 هيها شو بتساوي زيرو لأنه a a constant a a بيرتف a طلعتها أموري تمام. بالنسبة للفلوسيتي زي ما حكيت عند أطرح 50 من 70 هيها تمام. السؤال الثاني نفسه هو أصلا مش سنوات واحد منهم سنوات بس حكى لي إنه decreasing speed 1400 يعني الاكسلريشن لبي 1400 decrease. شنو 1400 decrease؟ يعني التسارع هيك هيك الاي تي في الاي تي هيك وهيك بتلاحظ انه سالب على الاي سالب على الجي ايوه سالب على الدي سالب على الاي هذا الفرق اعطاني انه تسارع بي 800 لفوق يعني 800 هيك بس ما بتلاحظ انه بدل الزيرو بدل ال 1400 لما السيارة تمشي هيك كريز التسارع هيك لما السيارة تمشي هيك وديكريز التسارع هيك جد النورمال ما بتأثر عندي وبس. يعطيكم ألف عافية.